مرحبا بك اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. نعم اختي صالحه، انا راني نسمع فيك صالحه. لاباس الحمد لله حبيبتي، مرحبا بك. الحمد لله. وعلاش؟ لا لا رانا يوميا من 5 لـ 6. الإعادة ديال الوقفة نقدرش، ما يكفينيش الوقت يا الغالية، لكن تقدري انتي تلتحقي في الصفحة تاعنا تاع الفيسبوك تلقاي كل الحصص إن شاء الله حبيبتي. شكرا حبيبتي، شكرا صالحة على الاتصال، جزاك الله خيرا وصحة فطورك وصحة سحورك. عليكم السلام. زدني آخر مكالمة وخلاص. رجع لي الخط واش عليه. مارينا مرحبا بك، ام رغد كذلك مرحبا بك، امال كذلك اهلا وسهلا. امال من وهران تلميذه تاعي، ربي يحفظك اموله. اتاسف على اللايف كان ينقطع وما فقتلوش، لكن راني عاودت وليت له. ام رغد دوك ندير لك البابا، ما فيش مشكل، ما نسيتكش حبيباتي. بالنسبه للبابا هنايا شوفي معايا مليح مليح، نعطيك كميه كبيره لكن انت قسميها الى قسمين. تحتاجي 900 غرام فرينه، معناتها هذاك الكيلو تاع الفرينه نحي منه 100 غرام، حطيه في الإناء تاعك. إلا عندك البيتخا يعجنها لك البيتخا، وإلا ما عندكش تقدري تعجنيها باليد. هنا تحطي لها زاز تاع حبة تاع برتقال أو زوج حبات نتاع ليمون، مع الشي اللي عندك. تحتاجي هنايا 200 غرام نتاع السكر العادي، تحطيها مع هذيك 900 غرام دو فارين، زوج مغارف خمارة نتاع الخبز، زوج مغارف خمارة نتاع الخبز، وحدة خميرة كيميائية، 200 غرام زبدة ذايبة ذوبيها وحطيها الداخل مع الفرينه. رايحه تضيفي درك البيض، تدي لك 8 حبات، الكميه هذه تخرج بزاف الحبات. تكملي لاسويت نتاعك بالمدافي. تحياتي ليك فضيله حبيبتي رياحي، مرحبا بك. من زميلتي فضيله من اذاعه الجهويه لعين دفله، مرحبا. هنا نخلطوا هذا الخليط مليح مليح بالمدافي حتى الحصول على عجينه طريه جدا، عجينه طريه جدا تاع البابا. نخلوها تخمر ثم نوجدوا لها القوالب نتاع المادلين، ندهنوهم بالمارغرين ونفرغوا فيهم الخلطه شويه شويه، ما تعمريش حتى الفوق باش هكذا تخلي لها البلاصه وين تخمر. بعد ما تشوفيها تبنبلت وخمرت طيبيها مباشره وتوجدي لها الشربات. سيرو تاعها يجي خفيف مايح كيما اللي نديروه كيما تاع البلوز، لكن ماشي محروقه الكراميل، معناتها ما تحرقيش السكر. الشربات تاعو بيضه، وديري لها طرونشان تاع قارص اذا حطيتي الزاز تاع القارص، اما اذا درتي الزاز تاع البرتقال ديري لها حبه برتقال مقسومه على اربعه. طيبي السيرو تاعك 10 دقائق حتى ربع ساعه، ومن بعد تشربي فيه البابا تاعك مليح مليح، معناتها تتنفخ، تكون الحبه صغيره كي تشرب تتنفخ. تزيين تحبي الفواكه واي كريمه تحبي، حتى تقدري تستعملي كريم شانتي. هنا عندها القوالب تاعها اللي تتحط فيهم البابا، راهم يتباعوا جو طابل ولا الشي اللي عندك، وتقدميها للعائله وتاكليها ان شاء الله ام رغد بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. ربي يحفظكم باذن الله الرحمن. راح نشوف فقط مع زميلي رابح على التوقيت، لان وقتنا شيق لكن ضيق، بصح معليش مازال الخير قدام. رابح نقول لهم بلي ما كاش حصه غدوه، نعلمهم داكو. دارين مرحبا، حنين مرحبا. رجعلي الخط. شكرا زميلي رباح. نعم حبيبنا كما راكم تشوفوا بلي الوقت راه يجري، واش نقول لكم، لكن انا راح نتاسف لكم على الحصه تاع غدوه للاسف.
زملائي يحتاجوا التوقيت نتاع الحصه تاعنا، سلفنا لهم فقط التوقيت تاعنا غدوه ان شاء الله. كاين اشياء اخرى حتقدم في بلاصه حصتنا، لكن اعدكم ان شاء الله باذن الله الرحمن نعوضوا الحصه نتاع غدوه. دوكا راح نتلاقاو ان شاء الله حتى نهار الاحد، باش هكذاك ما تبقاوش تستنوا فيها غدوه الحصه تاعنا، ان شاء الله نتلاقاو حتى نهار الاحد. على بالكم بلي الجمعه والسبت ما كاش الحصه، وغدوه سلفناها لهم فقط سلف، لانهم يسحقوا التوقيت نتاع الحصه، وباذن الله الرحمن راح تعوض الحصه تاع غدا ان شاء الله. نتوما احباباتي نكونوا فقط اوفياء لحصتكم مائده رمضان اللي اصبحت يوميا ما عدا الجمعه والسبت من 5:15 حتى للسته. قلنا سمعنا نكملوا مائده رمضان، الاسبوع الاخير راح تكون فيه حلويات العيد ان شاء الله يا رب. ربي يحفظكم اخواتاتي ويبقي عليكم الستر ان شاء الله يا رب، وجميع اللي راهم يسوقوا في الطوموبيلات نقول لهم في التاني السلامه وفي عجله الندامه، باش ترجعوا لبيوتكم سالمين معافين ان شاء الله يا رب. ربي يحفظكم ويحفظ اهاليكم ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم خدمكم في العريضه التقنيه المايسترو رابح، ميكروفونيا سليمه يعلى. الى الملتقى ان شاء الله، صحه فطوركم وصحه سحوركم. بارك الله فيك يا رابح، شكرا.